اليوم كانت الأجواء صيفية حارة نسبيا، وبلغت العظمى في عمان 30 درجة مئوية. من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ خلو سماء المملكة من الغيوم. أما من خلال خرائط درجات الحرارة نلاحظ درجات حرارة عشرينية في مناطق واسعة من المملكة، ودرجات حرارة ثلاثينية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالنسبة لخرائط الرياح نلاحظ رياح نشطة في المناطق الشرقية والمرتفعات. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة وبتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة مئوية ورطوبة 42%. غدا ويوم الجمعة بتكون الأجواء صيفية ورياح نشطة، بتوصل درجة الحرارة بنهار ل 26 وبالليل بتنخفض ل 18 درجة مئوية. يوم السبت بتسجل درجات الحرارة 29 وبالليل حالة من عدم الاستقرار الجوي بتوصل ل 23 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 17 وغدا 29، جرش 18 وغدا 29، عجلون أجواء صافية 17 وغدا 27 ورياح نشطة. توصل درجات الحرارة في المفرق 18 وغدا 30، الزرقاء 21 وغدا 30 درجة مئوية. السلط 20 وغدا رياح نشطة 30، مادبا 19 وغدا 28، مطار الملك علياء أجواء صافية 18 وغدا 29 درجة. البحر الميت 24 وغدا 36، الكرك 17 وغدا 25، الطفيلة 19 وغدا رياح نشطة 27 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في معان 21 وغدا 29، بالعقبة بتسجل درجات الحرارة 27 وغدا 38 درجة، نهاية برويشد بتسجل درجات الحرارة 20 وغدا 34 درجة مئوية. إذا ملخص الحالة الجوية: أجواء صيفية اعتيادية ودرجات حرارة عشرينية وهبوب رياح نشطة. بننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة لمهند. شكرا مريم.